السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي. باش نقول لكم انا جالسة في واحد البلاصة اللي هي زوينة وتتعجبني بزاف، واحد البلاد اللي كيتمنها اي مغربي، وكان عارف انا المغاربة بزاف بزاف تيحماقوا على شي حاجة سميتها الغربة. كنشجعكم وتنقول لكم اللي عنده شي حلم يصيبو. هاد البلاصة قريبة البلاصة فين تنخدم، ولكن باغا ندير واحد الانترفيو، داكشي علاش جالسة هنايا حتى يوصل الوقت. داكشي علاش بغيت نسجل لكم اول مرة ونلوح لكم هاد الفيديو باش تشوفوا هاد الديور هادو ديال الناس العجزة. عندكم اليونيفرسيتي ها هي، هادي كانت بنكة دابا كيعاودوها ما عرفتش شنو غادي يديروا فيها. هاد الجلسة كاينين، يعني الا جيتو تحسبوا كاين في كل حي كاينين جوج او ثلاثة ديال البلايص بحال هكا بالكراسة ديالهم. اللي باغي يدوز راه الجردة شتوها راه هي جالسين فيها الناس. هذيك البلاصة راها غابة، ولكن هي طبعا ماشي غابة. ملي كتشوفوا الشجر دائما كدوز حدا الشجر، الداخل ديالها كاين العاب ديال الاطفال، كاينين شركات، كاينين بنايات، ولكن ما كيبانوش. هاد البلاد جيت ليها بعد ما كنت في الامارات، كنت في ابو ظبي. بلاد زوينه الامارات العربيه المتحده، زوينه خيرها مزيان وجيد. المهم انا غتقبلوا على الفيديو كما صيفطت لكم، غادي نبقى نصيفط لكم بزاف. سمحوا لي على هاد الضجيج ديال هاد ديال الكاميو، حاش هاكم غنقول لكم كاميو ديال الزبل. سمحوا لي. هاد البلاصه هادي قلت لكم كاينين في كل حي كاين بحال هاد البلايص هادو، كيكونوا جالسين الناس يجلسوا فيهم تيرتاحوا. هاد الناس العجزه دايرين لهم الديور، ومن كيخرجوا تيجلسوا هنا تيشربوا قهوه اولا غير كيرتاحوا كيتمشاو. كاين اللي هي سوبر ماركت راه هو هنايا المحطه ديال الطوبيس. المهم انا ما كنبغيش نقول لكم باللغه باش ما تقولوش راه كتفشش علينا وتتقول لنا. انا جيت لواشنطن الولايات المتحده. مهم تنتمنى من كل المغاربه اللي عندهم واحد الطموحات وكيبغيو يهاجروا. حنا كنعرفوا ان المغاربه تبارك الله كيهاجروا وعزيز عليهم الهجره وكيبغيو. انا راني جالسه سمعتوا كيبغيو يهاجروا ويمشيو البلدان عديده منهم. مثلا شوفوا الديور كي دايرين، شوفوا الشجر كيلوح الورق ديالو. كنستسمح على الفيديو شويه، كنرجف لان كاين البرد. ها الطوبيس دايز، قلت لكم كاينه محطه اللي كيوقف فيها الطوبيس وعاد كيدوز. غادي ان شاء الله نبدا نسجل لكم فيديوهات بواحد المستوى زوين. فهي كبدايه قبلوا على اللي وجد. شفتوا هذا القهاوي، حي زوين تيعجبني انا. هذا راه في غير هذه المنطقه، شفتوا غير هذه المنطقه اللي فيه في هاد البلاصه. كتكون جاي كتسحبك واش الخلا، ولكن كتلقى ان الداخل ديالو كاينه هاد البلاصه زوينه مريحه في كل بلاصه كتمشي. كنتمنوا يكونوا في شي بلايص بحال هكا في المغرب للاستراحه ما بين الديور، حيت ما ولينا كنلقاو بزاف ما بين دار ودار كاينه دار والحدائق ما كايناش. شوفوا هادو راه الشجر عندهم راه كتشوفوا كتتخلع من الداخل، لان راه غادي تدخل لداخل كاينه غابه. وهي لا، الا كتشوفوا مزيان راه كاينه واحد البنايه لداخل شتيها، ولكن القدام ديال سميتو القدام ديال الواجهه هذه كتلقاو الشجر. كتقولوا راه الا دخلنا غنلقاو شي حاجه. كاين الغراب دابا نسجلوا لكم شي نهار، كاين واحد العدد كبير من الغراب راه هو كيطير. الا كتشوفوه شتي راه هو تيطير. دابا راه كانوا بزاف بقاو غير هاد الجوج. تنقول لكم اللي بغى
يخرج وعنده شي حلم يخدم عليه ويخرج ويجتهد ويخرج عليه، مش يخرج عليه، يخرج بالحلم ديالو. سمحوا لي انا قلت لكم ما غاديش نمونطي، ما كنعرفش مونطي، غنبدا نصيفط لكم الفيديوهات على ما هما عليهم. ما نبقاش نحيد شي حوايج ونحط شي حوايج، اولا ما كنعرفش، ثانيا بغيت نكون سبونطاني معاكم باش تعرفوا الحاجه على طبيعتها، باش تجتهدوا، باش نتوما ديروا توصلوا فين كاع توصلوا الناس. كاين حتى شي بلاصه اللي غادي تقدروا تبغيو تمشيو لها ويقول لكم شي واحد لا راه ما بقاش وما هذا، خدموا على راسكم بعدا شي حوايج خايبين، خليكم مرضيين لوالدين وكونوا مجتهدين بكل ما تعني الكلمه بالاجتهاد باش توصلوا. وحنا معروفين المغاربه اننا كنجتهدوا كنبغيو وكنوصلوا وكنبغيو نديروا شي حوايج اللي مثلا ماشي كنتعاندوا فيها وانما كنطمحوا باش نديروها، باش ما نتكلوش على بعضياتنا وخرجوا من ديك الطريقه ديال اليوتيوب ديال السعيه. راه ما داير والو، الواحد يخدم على دراعه ويعرفوا ان راه الخدمه هي اللي غادي تدوم، غيجي واحد النهار وكلشي هادشي غيطفص، كلشي غادي يمشي وما يصح الا صحيح. واش غادي نقول لكم؟ سمحوا لي الا ما الفيديو ماشي هو هذاك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.